تفتكروا الأرض عمرها كم سنة؟ وإزاي عرفوه؟ تعالوا نشوف. أهلا بيكم في نوتة جديدة. سؤال كوكب الأرض عمره قد إيه؟ فضل محير العلماء والباحثين لمدة طويلة، من أول تجربة بوفون اللي قال إن العمر حوالي 75 ألف سنة، واللورد كيلفين اللي قال إنه حوالي من 20 ل 40 مليون سنة، لحد كلير باترسون اللي حط أدق تصور لعمر الأرض وطلع كوكبنا الجميل عنده حوالي 4.5 مليار سنة، يعني 4500 مليون سنة. بس ازاي بقى العلماء قدروا يحددوا العمر ده؟ العالم العملاق اللي احنا عايشين فيه في الحقيقة بيتكون من حاجات صغيرة جدا اسمها العناصر. العناصر دي هي المادة الأساسية اللي بيتكون منها كل حاجة حواليك، يعني المواد العضوية زي البنزين والفحم بيتكونوا من عنصر الكربون، المية اللي بتشربها بتتكون من عنصر الهيدروجين وعنصر الأكسجين. يعني باختصار كل حاجة حواليك عبارة عن عناصر. الطبيعة فيها 118 عنصر، في منهم عناصر ما بيتغيروش مهما عدى عليهم زمن، والعلماء سموهم عناصر مستقرة، وفي عناصر تانية بتتغير مع مرور الزمن، ودول بيتسموا عناصر غير مستقرة أو عناصر مشعة. نيجي بقى نركز على العناصر الغير مستقرة دي. كل عنصر بيكون جواه عدد من الذرات، وكل ذرة عنصر بتتكون من نواة وبيدور حواليها مجموعة من الإلكترونات السالبة الشحنة، والنواة موجود فيها عدد من البروتونات الموجبة الشحنة والنيوترونات المتعادلة الشحنة، والتوازن اللي بين البروتونات والنيوترونات الموجودين في النواة هو اللي بيحقق الاستقرار للذرة، ولو واحد منهم زاد عن الطبيعي بيحصل عدم استقرار للذرة وبتبقى ذرة غير مستقرة. وعلشان الذرة تقدر ترجع للحالة المستقرة بتقوم بإطلاق الفائض أو الزيادة من البروتونات والنيوترونات اللي سببت عدم الاستقرار على شكل إشعاعات بتسمى ألفا وبيتا وجاما. أهو الحالة اللي فيها ذرة العنصر غير مستقرة وبتطلق إشعاعات ألفا وبيتا وجاما بيسموها النظائر المشعة. يعني باختصار النظير المشع ده هو الشكل الغير مستقر من العنصر، يعني ليه نفس التركيب الذري للعنصر لكن عنده زيادة في البروتونات أو النيوترونات سببت عدم الاستقرار في الذرة، وبالتالي بتطلقهم على شكل إشعاعات. عملية التغيير اللي بتحصل للعنصر لما بيتخلص من البروتونات والنيوترونات الزيادة على شكل إشعاعات علشان يستقر بيسموها التحلل الإشعاعي، والإشعاعات اللي بتطلع اللي هي الألفا والبيتا والجاما بيقدروا يقيسوهم بأجهزة معينة. وزي ما قلنا العنصر بيتكون من مجموعة من الذرات، وكل ذرة ليها نواة يعني جواه عدد من الأنوية، والعلماء حسبوا الوقت اللي بتاخده نص عدد الأنوية اللي موجودة في العنصر علشان تتحلل وتطلق الإشعاعات وتتحول للحالة المستقرة وسموها فترة عمر النصف، وتفضل الأنوية الغير مستقرة تتحلل لحد ما تتحول كل الأنوية للحالة المستقرة. يعني للتوضيح، لو عندي أنوية العنصر ألف الغير مستقرة ولما بتستقر وتطلع إشعاعات ألفا وبيتا وجاما بتتحول إلى العنصر ب، وعندي عينة نسبة العنصر ألف فيها 100%، الوقت اللي هتاخده نص عدد أنوية العنصر ألف الغير مستقرة يعني 50% من العنصر ألف علشان تستقر وتتحول إلى العنصر ب المستقر هو ده فترة عمر النصف. ولو فرضنا ان فترة عمر النصف دي 3 سنين، كده بعد مرور 3 سنين بقى عندي في العينة 50% عنصر ألف الغير مستقر و 50% اتحللوا وبقوا عنصر ب المستقر. نيجي بقى لل 50% العنصر ألف الغير مستقر اللي فادلين في العينة، برضو بعد مرور 3 سنين اللي هي فترة عمر النصف 50% من العنصر ألف اللي فادلين هيستقروا ويتحولوا برضو للعنصر ب، وهكذا لحد ما كل أنوية العنصر ألف الغير مستقرة يحصل لها استقرار ويتحول كلها إلى العنصر ب. إزاي بقى استخدموا الكلام ده في حساب عمر الأرض؟ العلماء استخدموا عملية التحلل الإشعاعي وحساب فترة عمر النصف اللي اتكلمنا عنها اللي بتحصل في الصخور عشان يعرفوا عمر الأرض. يعني إيه؟ يعني زي ما قلنا كل حاجة حوالينا بتتكون من عناصر، الصخور الموجودة على الأرض برضو بتتكون من عناصر، ومن العناصر دي في نظائر مشعة، وطالما في نظائر مشعة يبقى أكيد جزء منها اتحول للحالة المستقرة
وأطلق إشعاعات ألفا وبيتا وجاما، ونقدر نحدد فترة عمر النصف ليها. وبالتالي لما يكون معايا صخرة واحسب نسبة النظائر المشعة الغير مستقرة في العينة، وقد ايه منها اتحول للحالة المستقرة وطلع اشعاعات الفا وبيتا وجاما، اقدر اعرف عمر الصخرة دي قد ايه. يعني كمثال، عنصر الكربون الموجود في حاجات كتير ليه نظير مشع اسمه كربون 14. العلماء حسبوا الوقت اللي بتاخده نص عدد انوية الكربون 14 عشان تستقر وتطلع الاشعاعات وتتحول الى النيتروجين 14 المستقر، طلع حوالي 5730 سنة. في بقى عناصر تانية فترة عمر النصف ليها اكبر بكتير، زي اليورانيوم اللي نظيره يورانيوم 235 اللي بيتحول بعد ما بيستقر للرصاص، وفترة عمر النصف ليه حوالي 700 مليون سنة. ودي من اشهر طرق تحديد العمر في الصخور، واسمها طريقة اليورانيوم والرصاص، عن طريق حساب نسبة اليورانيوم ونسبة اللي اتحلل للرصاص الموجود في العينة. وده اللي استخدمه كلير باترسون سنة 1948 عشان يبدأ شغله في تحديد عمر الأرض، وبعد كده اشتغل بنفس الطريقة اللي اتكلمنا عنها على حجر نيزك اسمه حجر كانيون ديابلو، ونتيجة شغله ان عمر الأرض حوالي 4 مليار و550 مليون سنة، زائد او ناقص 50 مليون سنة. كده النوتة خلصت، أتمنى تكون عجبتكم وتشتركوا معنا في القناة، وإلى اللقاء قادم.